شاملة ومستشمة تعزز الجهود المبذولة لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها وتحقق الرفاهية لشعبها هي أهداف وأولويات الحكومة خلال السنة المصطرمة. حصيلة جهود الحكومة في تحقيق هذه الأهداف تضمنها التقرير السنوي للحكومة الذي يتوخى تقديم حصيلة لهذه الجهود ويعطى لمحة عن الآفاق المستقبلية انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة. 3 محاور استراتيجية تقاسمتها الإعلام: أولها محور توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية من خلال تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون. في إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية سعت الحكومة بجد إلى تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على كافة المستويات ضمانا لاستقرار البلاد وتقدم المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. وتكفلت بحزم وفاعلية ومسؤولية بالتحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نمو يعود بالنفع على جميع المواطنين من خلال انتهاج سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تمكن من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعالية. مكنت هذه السياسة من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة بتدهور أسعار المواد المعدنية، حيث يقدر معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 ب 3.1%، أي حوالي 4.2% خارج الصناعات الاستخراجية، ويتوقع خلال سنة 2016 أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالقيم الحقيقية 5.2% نتيجة أساسا لانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة وفرع استخراج الخامات المعدنية بعد دخول مشروع القمضة 2 مرحلة الاستغلال، والتي سترفع إنتاج شركة سليم من الحديد إلى 16 مليون طن بدل 13 مليون طن خلال سنة 2015. وتمكنت الحكومة من التحكم في معدل التضخم السنوي الذي بلغ خلال 12 شهرا الأخيرة 1.1% مقارنة مع معدل 3.5% خلال سنة 2014، وهذا عائد بالسياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة وارتفاع مستوى الإنتاج المحلي من الحبوب بفضل السياسات المنتهجة من قبل الحكومة. تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ للخدمات الأساسية هي ما تضمنه المحور الثالث من إعلان السياسة العامة للحكومة. سعت الحكومة إلى ترقية نموذج تنموي يضمن ازدهار المجتمع ويحسن بصفة دائمة من ظروفه الحياتية، ويفضي إلى خلق رأس مال بشري يمكن الأفراد من الاستغلال الأمثل لإمكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمساهمة في تنمية البلاد. ما يميز التقرير السنوي للحكومة هذه السنة أن معظم النشاطات المبرمجة برسم سنة 2015 قد تم إنجازها، وأن النشاطات الممتدة على طول الخطة قد تم التقدم فيها بنسب كبيرة، وأن هناك قطاعات بلغت الإنجازات فيها فوق ما كان مبرمجا، كما هو الحال في قطاع البنى التحتية المدرسية والصحية. إذن بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة العرض الكامل الذي قدمه الوزير الأول المتضمن لتقرير سنوي للحكومة على تمام الساعة 10 قبل منتصف الليل بإذن الله. على مستوى الغرفة الثانية عقد مجلس الشيوخ جلسة علنية تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الحاج عبدول با،
وقد خصصت الجلسة لقراءة حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2016 من قبل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الأمين ولي الشيخ وبحضور عدد من الوزراء كذلك. مجلس الشيوخ يعقد جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد البا. خصصت الجلسة لقراءة واستعراض حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2016. قدم الحصيلة والآفاق المستقبلية أمام السادة الشيوخ نيابة عن معالي الوزير الأول السيد يحيى والحدمين وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الأمين ولي الشيخ بحضور عدد من أعضاء الحكومة. السيد الوزير استعرض أهم محاور الحصيلة السنوية مبرزا أن الحكومة ركزت خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار في إطار ديناميكية تنموية شاملة ومنسجمة تعزز الجهود المبذولة لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها وتحقق الرفاهية لشعبها. على مستوى مجلس الشيوخ دائما تم عقد جلستين علنيتين منفصلتين اليوم لدراسة مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الاستثمارات، والثاني يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون ينظم تنمية التربية البدنية والرياضية. مجلس الشيوخ يلتئم في جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد البا وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد للرئيس ممثلا عن الحكومة. خصصت الجلسة لنقاش مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو عام 2012 المتضمن مدونة الاستثمار. مداخلات السادة الشيوخ تمحورت حول التعديلات التي أجريت على مدونة الاستثمار والتي ينتظر منها أن تعطي دفعا للتنمية الاقتصادية على مستوى الولايات الداخلية. وفي مستهل رده على تساؤلات السادة الشيوخ قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد للرئيس إن القانون رقم 052-2012 المتضمن مدونة الاستثمارات ينص على ثلاثة أنظمة لتشجيع الاستثمار الخاص في بلادنا، ويتعلق الأمر بنظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة ونظام اتفاقيات التأسيس إضافة إلى نظام المناطق الاقتصادية الخاصة. وفي ختام الجلسة صادق السادة الشيوخ لصالح إقرار مشروع القانون. مجلس الشيوخ عقد كذلك اليوم جلسة علنية أخرى تحت رئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد البا، ومثلت الحكومة في الجلسة وزيرة الشباب والرياضة السيدة كومبابا. خصصت الجلسة لنقاش مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 021-97 الصادر بتاريخ 16 يوليو عام 1997 المتضمن تنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة. السادة الشيوخ نبهوا في مداخلاتهم إلى أن قطاع الشباب والرياضة يعاني من عراقيل جمة من بينها ضعف الميزانية وغياب الثقافة الرياضية وانعدام البنية التحتية ورداءة الموجود منها، مطالبين بتحسين خدمات القطاع للتغلب على المشاكل العالقة. وفي مستهل ردها على تساؤلات السادة الشيوخ قالت السيدة الوزيرة أن مشروع القانون يجسد حرص الدولة على إعطاء البلد تشريعا شاملا وعصريا متماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال الرياضة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة الوطنية. وفي ختام الجلسة صادق السادة الشيوخ على مشروع القانون المتضمن تنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة في بلادنا. اختتمت صباح اليوم بدار الشباب القديمة فعاليات الندوة العلمية الكبرى حول الوقف في الإسلام، وقد توجت هذه الندوة بإصدار جملة من التوصيات تتعلق بتفعيل العمل الوقفي لما له من أهمية في تعزيز روح التكافل والتضامن والمؤازرة. الوقف هو مسحة ربانية وعطاء إلهي من فاعل خير متبرع إلى مستفيد محتاج في غالب أحواله،
وهو مسألة تحتاج إلى توعية وتثقيف كافة أطياف المجتمع للنهوض بها وجعلها ضمن أولويات الرؤية الموحدة التي أسست لها الدولة بلبنات التعاضد والتكافل والانسجام في مشروع بناء دولة لا فقير. هذا غيض معلومات من فيض المحاضرة والعروض العلمية والفكرية التي تعمق فيها العلماء والمفكرون والباحثون في مسعى منهم إلى مشاطرة قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في نشر وترسيخ ثقافة الوقف الإسلامي في بلادنا. يشرفني وأنا أختتم الندوة الكبرى حول الوقف وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن أثمن عاليا مستوى العروض التي أثرت هذه الندوة ومستوى المشاركة الكبيرة الذي شهدته، وهو ما يجعلنا نتفائل كثيرا بنجاح مسارنا الهادف إلى نشر وترسيخ ثقافة الوقف الإسلامي في بلادنا، ليمثل جانبا مهما من العمل التنموي والإنساني المتواصل سعيا إلى إسعاد شعبنا والنهوض به ليرقى إلى مصاف الأمم المتقدمة طبقا للإرادة السامية الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، متمشيا مع برامج الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدمين. لقد تابعتم من خلال مضامين هذه الندوة القيمة عروضا ومحاضرات مثمرة تمحورت أساسا حول الوقف الإسلامي، وأملي كبير في أن ما صدر عنكم من قرارات وتوصيات سيكون له الأثر الإيجابي في تحسيس وتعبئة كل الفاعلين في المجتمع بأهمية الوقف في بلدنا المسلم والمسالم، سبيلا إلى خلق رؤية موحدة قوامها التعاضد والتكافل والانسجام، وتسعى إلى محاربة الفقر والتهميش وسد منابع التطرف والانحراف. المحضر الختامي للندوة الكبرى أكد أن الوقف بجميع أقسامه قد يسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن، سيما إذا كان المال الموقوف مرتبطا بمصدر الثراء. المشاركون في ندوة ورشوط العلمية طالبوا بتوجيه بوصلة الخير إلى المشاريع التنموية الاجتماعية والإنسانية لإشراك الفقراء والمحتاجين في الاستفادة من ريعها. في داخل البلاد، ما كانت زيارة التفقد والاطلاع التي أدتها وزيرة الزراعة لمناطق الإنتاج في مقاطعتي بوغي وامباين بولاية البراكنة مكنت من تفقد سير العمل بالعديد من المراكز المهتمة بتطوير وتنمية واستصلاح المساحات الزراعية على ضفة النهر. وقد عكست مختلف هذه الزيارات الجهود المبذولة في مجال التأطير والتنويع الزراعي وإبراز المشاكل المرتبطة بالري. تفقدت وزيرة الزراعة السيدة الأمينة متر قطب والممة المركز الزراعي ببوغي لتكوين المنتجين الزراعيين، وذلك ضمن الجولة الاستطلاعية التي أدتها مؤخرا لولاية البراكنة. وقد تابعت الوزيرة عرضا فنيا حول مهام هذه المؤسسة الزراعية التي رأت النور سنة 1982 لمواكبة الاستصلاحات الزراعية الأسرية على ضفاف النهر بتأطير من الشركة الوطنية للتنمية الريفية صنادير، كما زارت مزرعة آيرن بار التي تضم جزئين مستصلحين من طرف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سنات. كما شملت زيارة الوزيرة موقع نموذجية لزراعة الخضروات بقرية بوشامة في مقاطعة بان ضمن البرنامج الوطني لزراعة الخضروات في المناطق الرطبة. ويشمل هذا البرنامج الذي انطلق منذ سنتين 11 موقعا على مستوى ولاية البراكنة. وأنهت السيدة الوزيرة زيارتها الاستطلاعية لولاية البراكنة بتفقد مركز بان للتكوين حول التقنيات الزراعية. استمعت خلالها إلى عرض قدمه مدير البحث والتكوين والإرشاد الزراعي السيد أحمد سالم للمراكشي، تضمن مكونات المركز ومهامه المختلفة وأجنحته المتخصصة في تربية الدواجن وإنتاج البذور والفواكه والخضروات وإدخال المكننة في الأساليب الزراعية الحديثة. على أن تزور الوزيرة بعد ذلك المنصة العائمة التي تزود المركز بالماء عبر نهر السنغال. اليوم الثاني والأخير من الزيارة اللي قمنا به لبعض مقاطعات ولاية البراكنة للوقوف على
تقدم الأشغال في بعض المشاريع الكبرى في هذه الولاية. زرنا مركز تكوين منتجين زراعيين في بوغي وطلعنا على أحوال المركز واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع المركز في وضعية تمكنه من أداء المهام اللي منوطة به. وبعد ذلك قمنا بزيارة مزارع كبرى في أيرانبار ومزرعتين، واحدة منها على مساحة 119 هكتار وكانت لديها مشاكل في المضخة اللي تضخ المزرعة وكذلك على مستوى الصرف. وضع هذه المضخة في وضعية جيدة تمكنها عنها تشغل في الحملات الجاية. في أيرانبار الشرقية كانت المساحة أكبر ما يزيد على 150 هكتار، إلا أنها لم تستقل هذه السنة نتيجة لمشاكل فنية لدى المضخة وكذلك عدم استصلاح المساحات الزراعية فيها. وكانوا موجودين الإدارات الفنية المعنية بالأشغال اللي يلا يقام فيها، وإن شاء الله ظهروا عودتنا لنواكشوط لهم تأخذوا الإجراءات إياك تبدأ في ذي الأشغال إياك يمكنوا المزارعين عنهم يدخلوا في الحملة الخريفية القادمة في ظروف جيدة. زيارة الوزير لمناطق الضفة ستتواصل في باقي المناطق الزراعية الأخرى من أجل متابعة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل القطاع. وشح مفوض الأمن الغذائي سيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارا باسم رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز صباح اليوم بمكتبه، وشح عددا من العاملين في المفوضية. جرى التوشيح الذي يدخل في إطار تخليد الذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني بحضور المفوضة المساعدة للأمن الغذائي وعدد من أطر المفوضية. مواكبة للذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني وتقديرا للجهود التي بذلوها طيلة مسيرتهم المهنية والعملية، وشح مفوض الأمن الغذائي السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارا باسم رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز عددا من موظفي قطاعه. ووشح السيد المفوض بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كل من السيدة زينب بنت مولود مستشارة بمفوضية الأمن الغذائي، السيد بدبد الشيخ سيدي الطاهر مدير المخازن، السيدة فاطمة علي مديرة العون المستعجل، السيد بابا محمد الولاتي رئيس لجنة الصفقات. كما تم توشيح السادة عبد الله مامادو كامرا رئيس مصلحة الدراسات بإدارة التغذية، وسيد أحمد الرقيبي والعالي رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بوسام الامتنان الوطني. جرت مراسم حفل التوشيح بحضور المفوضة المساعدة للأمن الغذائي وبعض أطر ومستشاري المفوضية. يواصل رالي أفريكا إكواريس سباقه داخل التراب الوطني ضمن نسخته الثامنة بمشاركة أزيد من 400 متسابق من مختلف الجنسيات، وسيتضمن هذا السباق الذي دخل البلاد عبر البوابة الشمالية محطات عدة في ثلاث ولايات من الوطن، جعلتها تضاريسها الجميلة الوعرة تستقطب اهتمام المتسابقين منذ عقود من الزمن. عبر النقطة الحدودية عند الكيلومتر 55 شمال مدينة وادي، دخل هؤلاء السياح بمركباتهم وسياراتهم ودراجاتهم التراب الوطني ضمن سباق رالي أفريكا وكرايس في نسخته الثامنة، بحثا عن الراحة والاستجمام في رحلة تدوم عدة أيام في المجال الساحلي الصحراوي. ويزيد عدد هؤلاء السياح على 400 متسابق يتوزعون على 28 جنسية ويستغلون 200 سيارة من مختلف الأحجام و30 دراجة. هنا اتخذت إجراءات وتدابير من أجل وصول هؤلاء وتسريع ما يتعلق بدخولهم البلاد وتسجيلهم لدى المصالح المعنية وتوفير كافة الظروف الملائمة التي تمكنهم من التمتع بتضاريس البلاد ومؤهلاتها السياحية الهائلة. نحن اليوم في الاستقبال لعبور مسابقة أفريكا إكوريس اللي تجري بظروف جيدة اليوم نتيجة توافر الجهود لجهزة الدولة على العموم مدنية أو عسكرية
من أجل نجاح هذه العملية اللي هي وهذه المسابقة. منظم سباق رالي أفريكا وكرايس والمشاركين فيه عبروا عن سعادتهم بوجودهم في موريتانيا المرحلة الثانية من هذا السباق، حيث سيخوضون سباقا على مسافة تزيد على 3000 كيلومتر في 3 ولايات لمدة 6 أيام. نتمنى من هذه سنة ولا سنتين ترجع المياه المجاريها ويرجع لحق داكار اللي كان من شحال هادي، وترجع الايام كما رجعات، وحنا نيتنا كمسلمين نيتنا صافيه. اي بي ماتنو نوتر اريفي ان موريتانيا بور 6 جور. وصلنا لموريتانيا وسنمضي على اراضيها 6 ايام من السباق في بلد يتمتع بمناظر طبيعيه ممتازه. نسجل بارتياح الاستقبال الحار الذي حظينا به في هذا البلد، خاصه في هذه المنطقه الحدوديه. نشكر السلطات الأمنية الموريتانية على تسهيل إجراءات العبور. جئت من جنوب فرنسا للمشاركة في السباق لأول مرة. أشكر الفرق الأمنية الموريتانية على تعاونها والشعب الموريتاني المضياف على الاستقبال. فاعل قطاع السياحة والمرشدون أكدوا أهمية هذا الرالي في ظل تنامي الاهتمام ببلادنا وما تتوفر عليه من ظروف الأمن والأمان. فعلا هذا الرالي ينقل لأفريكا رئيس، هما أصدقاء الموريتاني أصلا، قط خلق تخلوا عنها وحدين أصلا، كيت لباري داكار وياسم الناس كان يجي أصلا، وعادوا هما لابد من نعتوا عن موريتاني آمنة وخلقها زين وشعبها زين ومناخها زين وارض سياحه. افريكا رايس هذه رالي مهم واهميته واضحه، ينعشها اللي قالوا الدول الموريتانيه، ينعش سمعتها، واحنا صارورين بهذا النوع من الراليات وشاكرين رئيس الجمهوريه وحكومته. تزايد أعداد المشاركين في هذا السباق من السياح لسنة الثامنة يعكس نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية وما تنعم به بلادنا من ظروف آمنة. تحت شعار طريقنا إلى التحرير، انتفاضة الأقصى، نظمت صباح اليوم المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة بملحق كلية العلوم القانونية والاقتصادية. نظموا صباح اليوم الأول من الأسبوع الثقافي والفكري الذي تقيمه نصرة للقضية الفلسطينية. وقد حضر وقيع هذه الاحتفالية عدد من السياسيين والمهتمين بالقضية الفلسطينية وجمع غفير من الطلاب. كما تميزت الاحتفالية بفقرات تضمنت كلمات وإلقاءات شعرية ووصلات إنشادية. من الأنباء الدولية، في هذه النشرة استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مفترق طرق مستوطنة غوش عتسيون جنوبية الضفة الغربية، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه موجها إليه الاتهام بطعنه لجندي إسرائيلي. وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات أمنية مشددة على المفترق، حيث تقوم بإيقاف السيارات الفلسطينية والتدقيق في بطاقات الهوية للمواطنين، بينما تجمع عشرات المستوطنين المتطرفين بالموقع. من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيا بينهم أسيران محرران من مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ونفذت مداهمات. تبنى حزب الله اللبناني تفجير عبوة ناسفة في دورية عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال فلسطين. من جهتها، ذكرت مصادر إسرائيلية غير رسمية أن التفجير لم يوقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، وأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة في الجهة اللبنانية من الحدود. مزارع الشبعة اللبنانية تعود مجددا إلى دائرة الضوء كمسرح عمليات متبادلة بين قوات المقاومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.
هذه آثار قصف إسرائيلي جاء بعد تنفيذ مقاتلين من حزب الله لهجوم بعبوات ناسفة استهدف مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تتحرك في منطقة جبل دوف بالجنوب، في وقت يقول الجيش الإسرائيلي إنه ما يزال ينتظر فيما إذا كانت حدثت إصابات في صفوف أفراده. ويسود ترقب الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مخاوف من تصاعد حدة التوتر بين الجانبين. وتقع مزارع شبعة على الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية حيث احتلتها إسرائيل عام 67-900 ألف مع هضبة الجولان السورية، واضطرت إلى الانسحاب من أجزاء كبيرة منها على وقع ضربات المقاومة اللبنانية. أعلنت السلطات الهندية مقتل أكثر من 10 أشخاص وجرح آخرين في زلزال عنيف ضرب شمال شرقي البلاد مخلفا أضرارا جسيمة في عدد من المباني والمؤسسات. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في هذا التقرير. تواصل فرق الإنقاذ والجيش الهندي عمليات البحث بين الأنقاض عن ناجين إثر زلزال عنيف ضرب شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود الفاصلة بين الهند وكل من بورما وبنغلاديش. بلغت قوة الزلزال بحسب المسؤولين 6.7 على مقياس ريختر، وقد أكدت السلطات حتى الساعة مقتل 11 شخصا وجرح 200. وقد سبب الزلزال حالة هلع شديدة دفعت السكان للخروج من منازلهم نحو الشوارع خوفا من أي هزات ارتدادية، كما أدى لتضرر عدد من المباني خصوصا في مدينة إمبال عاصمة ولاية مانيبور التي كانت مركز الزلزال. وقد استقبلت المستشفيات الكبرى بهذه المدينة أكثر من 50 شخصا يوم أمس تراوحت إصاباتهم بين جروح في الرأس وكسور في أنحاء متفرقة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بالمدينة بحسب وكالة الأنباء الهندية. ويقدر عدد سكان المنطقة المتضررة ب 270 ألف نسمة وتعد من أكثر الأماكن في الهند عرضة للزلازل بحسب الخبراء. اتخذت السويد والدنمارك إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى هاتين الدولتين في الاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات حادة من برلين التي اعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا في خطر. وللمرة الأولى منذ نصف قرن أصبحت الدول الإسكندنافية تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين إلى أراضيها. في خطوة جديدة أعلنت السويد والدنمارك تشديد الرقابة على حدودهما واتخاذ إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أراضيهما، وهو الأمر الذي انتقدته برلين واعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل داخل أوروبا أصبحت في خطر. الإجراءات شملت فرض السويد لأول مرة منذ نصف قرن إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من جارتها الدنمارك التي فرضت بدورها إجراءات رقابية على حدودها مع ألمانيا. ألمانيا المستاءة من سلسلة الإجراءات الشديدة بحق المهاجرين الذين استقبلت منهم 500,000 خلال العام المصرم. السويد التي واجهت تدفقا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في تسعينات القرن المصرم اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين غير الشرعيين عن اختيار الدول الإسكندنافية كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا، كما عززت إجراءاتها الأمنية على طريقين رئيسيين للهجرة هما نفق ويسترون الذي يربطها بالسويد والعبارات القادمة من موانئ دنماركية وألمانية عبر بحر البلطيق. الآن نفسح المجال لمنامة محمد لتقديم أخبار الرياضة. بكم
تدخل الأندية المشاركة في منافسات الدور الوطني لأندية الدرجة الأولى ابتداء من يوم 18 من الشهر الجاري مرحلة الميركاتو الشتوي، حيث من المقرر أن تشهد سوق الانتقالات خلال الميركاتو القادم انتعاشا كبيرا، خصوصا على مستوى أندية الصدارة إفسن وذيبو وتفرق زينة والوئام، فيما ستشهد أندية الوسط أو وسط الترتيب والمذيلة هجرة عدد من لاعبيها الباحثين عن ظروف مادية أحسن وتسجيل ألقاب خلال الموسم الحالي، وستجرى جولتين هما الجولة 12 و13 قبل بداية الميركاتو الذي سيمتد مدة أسبوعين وسينتهي في 30 من الشهر الجاري. نفت مصادر من نادي إفسن واذيبو الأنباء التي راجت اليوم بخصوص فسخ التعاقد بين الفريق ومحترفه التونسي صالح المجري المتواجد حاليا بتونس من أجل تلقي العلاج بعد تعرضه لتمزق عضلي خلال الكلاسيكو الذي جمع فريقه إفسن واذيبو بغريمه التقليدي نادي سليم كانسادو، وذلك خلال الجولة 10 من الدوري والذي انتهى بفوز النادي البرتقالي بثلاثية من الأهداف مقابل هدف. وأضافت ذات المصادر بأن اللاعب سيتواجد مع الفريق بعد تماثله للشفاء، وذلك خلال الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري في اللقاء الذي سيجمع الفريق البرتقالي بعميد أندية كرة القدم الوطنية فريق الإكسار. ويرتبط المحترف التونسي وخريج أكاديمية مستقبل المرسى صالح المجري بعقد مدته سنة مع نادي إفسن واذيبو، وكان اللاعب المذكور قد لعب للمنتخب التونسي أقل من 17 سنة، كما لعب لعدد من الأندية التونسية الناشطة بالدوري الممتاز من أبرزها نادي مستقبل القابس وأولمبيك الكاف. يواصل رالي أفريكا إيكورايس عبوره للأراضي الموريتانية التي دخلها أمس مع بداية محطته السادسة التي بدأت من الحدود الجنوبية المغربية باتجاه مقاطعة الشام الموريتانية على مسافة قدرها 617 كيلومتر، وتعرف طبعة هذا العام أول مشاركة موريتانية في هذا السباق عن فئة السيارات من خلال طاقم موريتاني مؤلف من سائق ومساعده. سيبدأ التسابق مع بداية المرحلة 10 بمدينة بجوجت على مسافة قدرها 350 كيلومتر. وقد أكد رئيس الاتحادية الموريتانية للرياضات الميكانيكية السيد بحام ولكحل أن الفريق الموريتاني المشارك في هذا السباق الدولي الهام قد أكمل استعداداته خوض قمار المنافسة وتمثيل البلاد التمثيل المشرف في هذه التظاهرة الرياضية الدولية الكبرى. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة وعودة بعد الفاصل إلى بتة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة تابعتموها على قناة الموريتانية. نعود لنذكركم بأبرز عناوينها. الوزير الأول يستعرض أمام الجمعية الوطنية حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2016. الندوة العلمية الكبرى حول الوقف وأثره بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تزوج أعمالها بتوصيات هامة تتعلق بتفعيل العمل الوقفي. المتسابقون في رالي أفريكا إيكورايس يواصلون سباقهم على أرض الوطن ويشيدون بمستوى الأمن والاستقرار في البلاد. إلى اللقاء.